أعزائي أسعد الله أوقاتكم. الآن نتكلم عن كيفية تحضير الثوم وتقديمه للكناري عن طريق الماء. طبعا نقشر الثوم كما نرى الأحجام. الثوم عندما نقشرها مختلفة. الآن شوف، أخذ هاي القطعة، عندي هون لتر ماء، أقشر الثوم بهذا الشكل. هكذا قشرنا الثوم. بعد ذلك يكفي لتر ماء، أضعه بالقنينة موجود. بعد ذلك أضع بها لتر ماء، الثوم داخل القنينة لحد يوم غد وأتركها. وهذا حضرته هون بارحة، حضرته هون. بعد ما أخلصها أجيب المصفي الذي استخدمه نستخدمه للشاي بهذا الشكل. نقدر أن نستخدم الثوم يعني يومين ثلاثة أيام. بعد إذا حضرنا بعد لتر نقدر نحضرها، وهذا لتر ماء بها الثوم، ونقدمها للطيور، نضعها بالمشربيات. والذي يعني نقدر نحفظ بالثوم لمدة 4-5 أيام من غير أي مشكلة. بس كل يوم يعني إذا صار يومين أو ثلاثة تصبح نسبة الثوم بالماء أكثر، ونخلي بها شوية ماء، يعني نقلل نسبة الثوم بالماء حتى تتعود الطيور، إمعاء الطيور على الثوم. طبعا الثوم هو مضاد حيوي ليس للعلاج، إنما هو مضاد حيوي كوقاية. لكن إذا الطير أصبح عنده المرض أو أصبح مريض، الثوم لا يكون علاج. والثوم بها طبعا فيتامينات والمعادن نعرفها هاي، ويستفيد منه الطير. وأي سؤال أو استفسار بخدمتكم، ولكم مني أجمل تحية.